عن عمر ناهز 88 عاماً توفي ويلبر سميث الكاتب الجنوب إفريقي بعد مسيرة طويلة في مجال التأليف والكتابة. روايته الأولى كانت سنة 1964 تحت عنوان عندما يتغذى الأسد، لتاليها أعمال كثيرة غيرها فجادت قريحته ب 49 رواية، كما ترجمت أعماله لأكثر من 30 لغة، باع منها ما يربو عن 140 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم. ولد سميث في زامبيا سنة 1933 لعائلة بريطانية، وكان ناشطاً في مجال الحفاظ على البيئة. من أبرز أعماله سلسلة The Courtney Novels المكونة من 13 رواية عن سيرة عائلة خلال أكثر من 3 قرون منذ بدء الاستعمار الأوروبي لإفريقيا إلى غاية نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، صراخ في وجه الشيطان وعدة روايات أخرى ترجمت إلى أعمال سينمائية، ما شجعه على التفرغ للكتابة حيث تناولت أعماله التفاصيل الأصلية عن أسلوب الحياة الإفريقية.